حملة عسكرية وقوات خاصة تابعة للميليشيا تطوق المنازل، وصيحات الموت تملأ أرجاء المدينة القديمة في إب. أما الهدف والنتيجة فهو قتل بشير شحرة أحد أبناء المدينة، وبحسب الأهالي فإن الميليشيا عمدت إلى قتل المواطن بشير شحرة بطريقة وحشية وأمام أطفاله وأسرته. تمت المهمة وعلت أصوات الجنود بهتافات الموت احتفالا بالنصر على بشير الذي كان يعمل خطيبا وإماما لأحد مساجد المدينة. ويحكي الأهالي أن الميليشيا أرادت أن تستبدل بشير من إمامة المسجد بآخر من التابعين لها، وعندما رفض غيرته بهذه الطريقة، وهي الطريقة ذاتها التي تتعامل بها الميليشيا مع كل السكان المعارضين لها من أبناء محافظة إب الخاضعة لسيطرتها منذ أوائل مارس من العام الماضي. وقد شهدت المحافظة مئات الحوادث من القتل والاعتقال التي مارستها سلطة الميليشيا بحق النشطاء من أبناء إب الذين لا زال العشرات منهم قابعين في سجونها.